إخوان وأعزائي مشاهدي قناة الفلاح رافع، مباشرة معكم من منطقة صحراء القط أمام المنازل المتضررة بهذا الحريق المهول والمفاجئ الذي عاشته مساء يوم السبت. في هذه الفاجعة نوضحكم الصورة، نقربكم الصورة مباشرة إخوان الكرام ومشاهدي قناة الفلاح رافع، كما كتشاهدوا إخوان مباشرة داخل المنطقة. هذه الفاجعة اللي صابت بها منطقة صحراء القط، شو اش في هاد البلايصه هادي؟ كما كتشاهدوا الاخوان الكرام، الحريق داخل منطقة صخرة القط مباشرة. نتمنى من الله ما يمشي شي بايزو. هاد بليده بليده الطريقه كطلع لتما ياه، غنمشي مليها فينك العافيه، مشي نيشان ياه. كما كتشاهدوا اخوان الكرام مباشره من صخرات القط، عن قربكم الصوره وعقربكم الحريق اللي عاشتو هذه المنطقه. زوال يوم السبت 23/7/2022، اللي الناس كتقول كانوا جالسين ما عليهم ما بيهم مع الجوج ونص اشتعلت النيران وخلت حتى المنازل. انا نقربكم المنازل المحترقة كما كتشاهدوا اخوان الكرام مباشرة من منطقة صحراء القط. كما كتشاهدوا الاخوان نادي الساعة تشير الى 9 ليلا والنيران مازال تلتهب الاشجار. كما كتشاهدوا الاخوان يعني مباشرة من المنطقة التي اشتعلت فيها النيران، نتمنوا من الله ما يمشيش الريزو باش نقربوا الصورة للرأي العام للمعاناة اللي كتعيشها الساكنة المتضررة من هذا الحريق المهول. قربت لأحد المنازل المشتعلة في النيران، كما كتشاهدوا الاخوان مباشره هذا المكان. ثم كما تلاحظوا الله يطلب الله رد البلاص. اوكي اخي الكريم، انا اقلب الكاميرا. اخوان كما كتشاهدوا مباشرة من صخرة القط ما بقى كيبان والو الا النيران هي التي تظهر في مباشر.
الاخوان كما كتشاهدوا الدخان هنا كيخنق الانسان، يعني اماكن مزموته يعني الدخان.